بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمود سليمان، عضو الجمعية المصرية والأوروبية لأمراض القلب ورئيس قسم القلب مستشفى الطلاب جامعة عين شمس. طبعا يعني أنا فخور جدا إن احنا بنشارك في مؤتمر كبير زي ده، بي سي آر، مؤتمر عالمي أوروبي بيتم كل سنة، الناس بتروح له من كل أرجاء الدنيا. اللي حصل إن احنا بقالنا سنتين الحمد لله بقيادة الرائع دكتور حازم خميس قدرنا نجيب المؤتمر من مصر هنا بالمنظمين ليه. الناس بيعملوا مجهود رائع جدا، بيتم تجهيز الحالات بشكل مختلف. يمكن السنة دي الحمد لله شرفت إن أنا أشارك ولو لفترة قصيرة في التجهيز للمؤتمر. المؤتمر معمول، أكتر حاجة اتعملت مهمة جدا في المؤتمر إن احنا بنعلم الناس how to take a decision، يعني إزاي تقدر تاخد قرار في حالة. الموضوع مش سهل، أوضة الأسطرة موجودة في كل مكان والأدوات موجودة، الفكرة كلها إنك تقدر تاخد قرار العيان تحت إيدك، أنت والناس اللي معاك هتقدر تعمل إيه دلوقتي تفيد بيه العيان، تأمن بيه حياته. ده كان الهدف التعليمي الأول من المؤتمر، إن إحنا الناس مفروض كل سنة بتسافر باريس، السفر صعب، لا الحاجة بقت موجودة هنا. القائمين على المؤتمر دكتور في جي دي، الناس اللي موجودة كلها قدرت تحقق حاجة صعبة جدا، إن أنت تقدر تخلي الناس تاخد قرار في أوضة الأسطرة يفيد بيه العيان. بنعرض الحالات، بنناقشها، مش مجرد حاجات محاضرات وخلاص، لا الموضوع مختلف تماما. انت بتقدر ان انت تناقش الاساتذه الكبار اللي انت بتشوف صورهم لايف، بتناقشهم وبتتكلم معاهم وبتاخد رايهم وبتعرض عليهم مشاكلك وبيقول لك احسن حل بالنسبه له ايه وهو شاف حالات قد ايه. طبعا نتمنى ان شاء الله المؤتمر يستمر في مصر على طول كل سنه باذن الله. الحقيقه يعني اكتر حاجه شافها الواحد مختلفه هي بيسموها الانتر اكشن، انك انت كحد صغير كدكتور صغير تقدر تناقش دكتور في جي دي جرون، اي حد ما بيقولكش اي حاجه، ما بيعترضوش على اي سؤال، بالعكس هو بيقعد بياخد سؤالك وكل شويه بيقولك طب ايه اللي تقدر تعمله تاني، طب لو وقفت هتقدر تعمل ايه. اي ثينك ان يعني ده حاجه كويسه جدا الحمد لله، والمؤتمر الحقيقه مشهود له بنجاح رهيب، حضور قوي جدا من كل الناس اللي موجودة ومن كل الناس المشاركة.